نستنكر كل أشكال الوصاية وإقحامنا في صراعات شخصية ضيقة وافتعال مشاكل وهمية للدفاع عن مصالح شخصية وضيقة ومحاولة الركوب المفضوح والمساومة على القضايا الوطنية. ثالثا، نعلن تضامنا المبدئي واللامشروط مع السيد المدير الجهوي الذي يتعرض لهجمة شعواء لا لشيء إلا أنه رفض الرضوخ والابتزاز وإصراره على مواصلة الإصلاح الإداري والقطع مع كل أشكال الريع المهني تحت أي غطاء كان. راه لا تلا بينا وبالمصطفى تلا بينا بالمصطفى غادي نظلم داك الموظف اللي خدام، اللهم نعطي واحد خدام باش يزيد يخدم، وداك اللي ما خدامش تعاونوا شويه باش يزيد يطلع، ولكن واحد فينيون لا يفعل شيئا غير كيهضر، حسبنا الله ونعم الوكيل. رابعا، اننا نثمن الانجازات المسبوقه التي كان له الفضل في تقديمها للمديريه الجهويه للضرائب باكادير ولعموم موظفيها، فعلى سبيل المثال الى الحصر نشير الى أولا مبادرته الشخصية والنوعية لخلق حضانة خاصة بأبناء موظفي المديرية والتي صارت نموذجا لدى وزارتنا ولدى مختلف القطاعات وطنيا. ليست هناك أي ممارسات عنصرية أو غير عنصرية في حق أي واحد انتماء ديالو لا في الشمال لا في الجنوب لا في الوسط لا في كيبقى مغاربة. حنا مغاربة من طنجة الكويرة وما كنظنش بأنها عمرها وقعت في الإدارة بصفة عامة، عاد غتوقع هنا في إدارة اللي تابعة لنا مديرية جهوية اللي عندها من أكادير حتى الداخلة. لا كنقول لك أنا ديك الشهادة ديال الإخوان تماك راه خير وداني، وممكن لكم لقا تعرفوا الناس تما كاين تصلوا بهم وهاد الوقت كاين معنا وسولوا. خامسا، الرقي بمكانة المديرية الجهوية للضرائب بأكادير لتحتل الصدارة على المستوى الوطني على مستوى المردودية والنجاعة والفعالية في الأداء، ولهذا فإننا نؤكد التزامنا إلى جانب السيد المدير الجهوي للضرائب بأكادير بالمسار الإصلاحي من أجل الرقي بمستوى مديريتنا وبموظفيها وخدمة للوطن والمواطنين، وندين كل المحاولات المشبوهة والغير البارئة التي تستهدف النيل من هذه الإصلاحات. الحاجه اللي زعما كنقولوا الاخر حاجه دارته ماشي مازال غيدار حوايج طيب هو مصلحه التكوين او مركز التكوين هما الاخوان معنا هنايا ديال المدن اللي خارجه على اكادير ولا المدن اللي في العيون دابا سميتو كانوا باش يديروا التكوين او اعاده التكوين كان خاصهم يجيو لمراكش او الرباط. دابا حاليا هو مركز التكوين كاين في اكادير بالنسبه للناس ديال اكادير اللي فيها غالبيه الموظفين ما بقاش عندهم مساله ديال التنقل. بالنسبه للاخوان الاخرين تماما غيكون زعما حتى يتفتح ان شاء الله ونعرضوا عليكم باش تشوفوه بعينكم وتتمنوا ذاك الانجاز اللي دار. ما بقاش عندهم ذاك الشيء ديال التنقل اللي غيبقاو خدام حتى دابا كاين تفكير علاش قلت لك ماشي اخر حاجه هو تفكير في عقد تعاقدات مع فنادق ومع لان هذاك الموظف اللي يجي من هنا خاصو فين وغادي يتحمل الاعمال الاجتماعيه واحد سميتو واحد جزء من اذا هاد المسائل هذه لا ما يمكنش حنا نضربوا الشمس بالبرباد ما يمكنش نقولوا بان راه ما كاينش سين زعما تنقول انايا علاش هاد الوقفه دارت ها علاش هاد الشيء وهادشي كنقول راه غيضرب الفيض لان راه حوايج برا لان تيفكر دابا حتى في التنقل كاين الاخوه اللي ساكنين في زكان في تالو دارت وهذا وكاين اللي غادي راه كيقلبوا دابا على مساله وسيله التنقل مع وزاره الماليه ولا مع ريزيرف سوسيال باش يكونوا ترونسبور الموظفين بلا ما يبقى سوسيال.